أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. تقول في سؤالها الثاني: إن سيدة تقول أنا سيدة عندي أطفال ولدان وبنت، البنت أرضعتها 3 سنوات لأنها كانت مريضة، أما الولد الأول فقد أرضعته شهرا ونصف الشهر على الثلاثين زيادة، أما الولد الثاني فقد أرضعته 3 سنين. السؤال: هل علي إثم في ذلك علما أنني كنت أعرف أن الرضاعة 2 سنوات، وماذا يجب علي أن أعمله كفارة إن كان علي كفارة؟ جزاكم الله خيرا. ليس عليك كفارة في هذا، والحال يجوز رضاع المولود أكثر من 2 سنوات إذا كان يحتاج إلى ذلك. إذا لم يستغني بالطعام فإنه يرضى إلى أن يستغني بالطعام.